محمد سامي، الفقرة دي فقرة التقويم الثوري الخاص ببرنامجنا، الليالي كمان بنسميها. بنقول فيها إن من 25 يناير 2011 لحد دلوقتي الناس بقوا اتغيروا، في حاجات حلوة في حاجات مش حلوة، بس اللي مش حلو بقى أكتر من الحلو. إيه رأيك في الموضوع ده؟ رأيي في الموضوع ده موافق عليه 100%، بس أنا شايف من قبل الثورة كمان. ده من قبل الثورة، يعني مش نتيجته فترة الثورة دي ممكن نقول تراكمات قبل كده؟ مش بس هو، بس عشان بس ما كانش فيه أمن قوي بعد الثورة، فالناس كانت بتتصرف براحتها أكتر، بس هو ده اللي جوه عند الناس من قبل الثورة كمان. طب نبص على الليلة الأولانية، 1195، ده كان يوم 3 مايو 2014. قلت أنا لو قيمت تامر حسني هديله مليون درجة. في حد بياخد مليون درجة ولا أنت بتجامل بتامر حسني؟ انت علاقتك بيه ايه؟ علاقتي بيه ان تامر حسني صاحب فضل، علاقتي بيه ان تامر حسني محمد سامي كان مخرج فيديو كليبس، وتامر حسني رشحه يخرج مسلسل ادم ورشحه بقوه. عشان كده بتجامله؟ لا مش بجامله. امال ايه؟ انا قعدت مع تامر فتره طويله جدا نشتغل سوا. تامر حسني انا لو هقيمه مش هقيمه على موهبته او على نجاحه كإنسان؟ دول حاجات واضحه بالناس. امال هتقيمه على لا ايه؟ هقيمه على اجتهاده. هقيم على واحد بينام ساعتين في اليوم بيقعد يشتغل طول الوقت، قايم على واحد لا بينزل يقعد في كافيه ولا بيروح يقعد يعاكس ده او يشاغل ده او يتكلم على ده. هو اللي ادالك على واحد الفرصه على يا محمد؟ اخلاقيات. اه طبعا هقيمه على واحد عنده اخلاقيات انا ما شفتهاش في ناس كتير. تامر حسني، تامر يستاهل. نبص على الليله اللي بعدها، 884، ده يوم 26 يونيو 2013. المفروض ان انت ما تنساش التاريخ ده، 26 يونيو 2013، ليله الاعتداء عليك زي ما قلت من بلطجيه لغادة عبد الرازق. انا مش هتكلم في الموضوع، كل اللي انا هساله لك، بعد مرور سنه محمد سامي ممكن يسامح ممكن يصالح؟ فاكر الليله دلوقتي بعد مرور سنه فاكرها ازاي؟ شايفها ازاي؟ فاكرها بزعل، فاكرها بفكره ان انا بقعد ابص كده الحاجات خلاص الموضوع عدى بيبقى قديم، موضوع قديم ما بقالهوش قيمه خلاص. بس بعد ما عدى وبقى قديم بتحس شايفه بقى بنفس ال... بتحس ان اني اني هو فعلا في وقت النظرة. ممكن يبقى مقوله حقيقيه بتاعت صديق اليوم عدو الغد، ممكن في وقت انت والناس تبقوا اصحاب جدا وبتحترموا بعض وبتحبوا بعض وبتطلعوا على التلفزيونات تمدحوا في بعض وتسقفوا لبعض وتزيطوا لبعض. في حاجه احطها لك دلوقتي ممكن للموضوع اللي احنا بنتكلم ده، ده ايام ما كانت علاقتنا ببعض كويسه جدا، ده في حكايه حياه. بتبوسك؟ ده في حكايه حياه كانت علاقتنا كويسه وقت ما كانت غاده بتتكلم عليا كويس طول الوقت. ودلوقتي ما عادتش بتتكلم عليه كويس؟ طبعا. انتوا اعداء؟ اه طبعا. طب بعد مرور سنه وبعد ما هديت هتسيب حقك؟ ولا خلاص يعني عفى الله عما سلف ممكن نرجع نشتغل تاني مع بعض انا وغاده؟ ايه؟ لا انا فكره ان انا اشتغل مع بعض انا وغاده دي فكرة ما تناسبنيش خالص، لأن أنا في حاجات عمري ما هنساها حصلت. ولكن فكرة هسيب حقي، أنا مش عصبابي، أنا حقي كان في الطريقة الوحيدة اللي عندي اللي أعرف أخده بيها. إيه الحاجات اللي أنت مش بالقضاء، والقضاء حكم بالشكل اللي هو شايفه. طب إيه الحاجات اللي أثرت فيك اللي أنت عمرك ما هتنساها؟ مش هنسى عمري إن حد بعت لي بلطجية بيتي، مش هنسى عمري إن أنا مهما اتخانقت مع حد أنا عمري ما هعمل كده. يعني أنا مهما اتخانقت مع حد في الشغل خناقة كبيرة، أصل إحنا مش بنتخانق على ميراث مثلا. مهما اتخانقت مع حد خناقة كبيرة مش هعرفه تاني وخلاص. مش هضربه. مش هفتري عليه ومش هقول عليه كلام هو مش عنده ومش مش هقعد احاربه واعمل. يعني في ناس برضو ردود افعالهم غدا عندها المشكله دي، رد فعلها كبير قوي على الحاجات، تحس ان انت في حرب على دول. يعني دلوقتي لو جم ولاد حلال وقالوا يا سامي انت وغاده لازم تتصالحوا، مستحيل اقول لهم ما تلزمنيش خالص. مستحيل مستحيل مستحيل، واحنا في ايام مفترجه. مستحيل ولا ايام مفترجه، لو ليله اللي انا بموت فيها وقالوا لي تتصالح انت وغاده عبد الرازق مستحيل. غاده عبد الرازق تعلم جيدا ان هي ظلمتني، واول ما طلعت في اول، عشان انا ماليش دعوه بالحاجات اللي بتتكتب في الجرايد والحاجات اللي بعد كده لما الواحد بيلم نفسه ويعرف نفسه ويتملك قوته ويعرف يقعد يكتب بقى ويجيب الناس يقعدهم في البيت يكتبوا كده، ده موضوع. بس انا لما كلمتها على الهواء قدام نيشان في رمضان اللي فات برضو زي ده، كلمتها على الهواء مع نيشان وقلت لها اقسمي بالله ان انت ما بعتليش بلطجيه بيتي، ما قدرتش تقسم وتلجلجت وما قعدت تتوه الكلام وتقولي ما انا برضو لو قلت كده هقول حاجات ثانيه وبتاع، وكان واضح الموقف للناس وكانت السوشيال ميديا حكت الموقف بالشكل السليم بتاعه. فهي تعلم جيدا جدا جدا لو هي قعدت مع نفسها لمدة 10 دقايق فكرت محمد سامي أذاني ولا محمد سامي فادني وأنا أذيته، هتلاقي إن هي ظلمتني كتير.